يبقى مع العداله اغتصاب فقتل طفله جريمه شنعاء شغلت الراي العام المحلي بالمحمديه منذ سنتين المتهم الرئيس نال اقصى عقوبه فقد حكم عليه اليوم بالاعدام من طرف استنافيه البيضاء وتفاصيل مع محمد اسرا ونبي المسعف بعد ان طال انتظارهم اسره مريم المغتصبه عن سن الثامنه تتنفس الصعداء المتهم بالاغتصاب حكم عليه اليوم من طرف استئنافيه الدار البيضاء بالاعدام اعدام اراح الاسره وهيئه الدفاع طبعا ما كاينش تنفيذ منذ 1994 ولكن صدور حكم الاعدام في حد ذاته لا هو واحد الوقح على المجرمين عودة إلى أصل الحكاية كان ذلك في أبريل من السنة الماضية كان ذلك في هذا الحي بالمحمدية اختفت الطفلة مريم في ظروف غامضة اتضحت فيما بعد بعد قيام الشرطة بالبحث النتيجة بقال قام باستدراجها لهتك عرضها ثم قتلها فقطع جثتها إلى أجزاء فرماها في هذا الخلاء الاسم احد الالم باقي خايب حتى لو يحكم عليه حموم راه يحيد لي داك الحكم ديال بنتي من قلبي ديك الاعدام اللي عطاه وديك الطريقه اللي دار ليها وديك الطريقه الوحشيه اللي دار ليها واخا حكموا عليه وحكموا عليه بالاعدام انا ما ح... ما, ب... ما هانيش قد قلبي قد داكشي انا اللي بغيت صحيح ان الحكم انصف الاسره معنويا لكن ذكريات مريم ما زالت عالقه في الوجدان الى حين لربما تنقرض فئه المغتصبين من المجتمع